ان شاء الله رمضانكم مبروك، وان شاء الله صيام مقبول وذنب مغفور. اما خلينا نحكيوا على تلفزنا التونسيه اللي باش يكون فيها ما شاء الله تبارك الله 5 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
فما منهم اللي هب الديبوندانونس، فما منهم كيما الحوار التونسي عامل ديسكريسيون والسسبانس. هبتوا سيت كوم ابن خلدون جعفر الكازمي بس نحملها لكريم الغربي زعما كيفاش باش مسلسل الفوندو اللي باش يكون البطل نتاعو قهر قلوب العذارى في تونس بدون منازع نضال السعدي. Pour moi être acteur c'est يا ربي ولا سعدي ولا سعدي. الحوار زاد عندها سيت كوم اخر اسمه زينة وعزيزة اللي هو لليري يما. شكون يشعلها رقص جننها؟ واحدة من ابطاله حسب رايكم شكون؟ ملهلبة كل اللايفات مش على الاجواء الانستغرام. اللي تبارك الله عليه لطفي العبدلي ما فماش بلان في البوندانونس ما فيش وجه العبدلي وما تحسوا قبل بوليس نحاو منه كمان التوادي وشادي العافيه وقالك شنعملوا بيهم حط الموزه زيد الموزه هات القطط برشا 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 من العبدلي وهاتش عندك يا غشه نحسب 1 2 3 تعنقوني بالقوي تحب نذوقك ها يا بنت فاتلك نحكي راهو سيبني ولا هيك خدم في مخي خدم في مخي عصبوا الصباح شيمني فيكم انا صاحبي كي تجيك وحده مزيانه برشا تسكر عليك بيتك تقول لك زياد قتلني زياد قتلني اش معناها؟ نعم الله عليك وعليها عندك صابونه؟ اي حاجه من تحت الحصان خرج زعتتني على راسي تبارك الله ما حشمش الجمله ما قدرش ما عيرش ما قادش رمضان الغشه على عجله هكا غير ما نوصيكم تفرجوا فيه وحدكم التسعه زاده عندها مسلسل ابارامون غوليس من اسمه تعرف من الأول سنين ما حبيتش نجيب معاه صغار صغار تحملت الهم على خاطرهم حتى يكبروا هي في أولاد مفيدة عندها ثلاثة أولاد أما بلاش راجل هاوكا جبت الراجل ثلاثة أولاد زادتهم طفلة وباش ما تقعدش أولاد مفيدة ولا مرت الغول ولا خلينا نقول أولاد الغول أولاد الغول الجاسوس عنا سيري 16 سلاح ودنيا مزززه كيف 16 باش نشوفوا فيها ريابي عزيزوس قرنقص محمد علي التونسي وفايبا رانيا التومي وملك جمال تونس اللي باش تمثل لاول مره والميسيون تاعكم انتم تجيبوا ديسكتور نتعديو توا للوطنيه اللي عندها سنه زوز سيت كومات ومسلسل الحرقه مسلسل الحرقه بدا يتصور عامنا وما كملوش راجعوا صوروا سنه قالوا مش يعديو وسط العام ما عداوش مش يعديو في رمضان احنا تونس معروفين ياسر بوكتو يبيك عديو ان اوروب كل الرف شو رياليز زون ترافيسي لا ميديتيراني هذاك جمر رماها لنا في قلوب الامهات مرماش الورد من فضلكم تعملوا لنا جهدكم يبارك لكم راحنا محروقين على اولادنا جي في لا غير الفقر والحرب كيف كيف all of them are searching for freedom freedom to choose their life freedom to choose their path اما هذا دوكيومنتير ولا مسلسل تو باش نحكيو في العيشه فل اللي ما شاء الله فل على فل ليتيسيا منوره الشاشه بسقيها بخلف ليتيسيا باش نشوفو سامح سنكري خالد بوزيد سفيان الدايري برشا ممثلين تحفونين برشا ان شاء الله يكون سيت كوم كي ليتيسيا J'ai bien aimé genre Zhao, relaxant. في الوطنية زادة باش نشوفوا كان يا مكان اللي هو من إخراج عبد الحميد بوشناق اللي كالعادة جاب الشلة نتاعو لبسهم بيروكيت رجعهم بزايد التاريخ خاطر ما عادش كيما في النوبة في التسعينات ولينا فيما قبل الحضارة. يحكيو على ملك اسمه ساطور. اسمي نعناع ما اسميش طارق. جينا نتاع الجيل. نجم تعيط لي بوك. أخي فكرة سمعتها فهيد. ساطور ونعناع. تحسهم كتبوا سيت كوم في الكوجينة وتوا لا تحلى دزو هكاكا باش نحكي لكم على سيت كوم لا تحلى دزو اي سيت كوم اسمه لا تحلى دزو اللي باش يكونوا فيه سلاح مصدق عبد الحميد القياس وبرشا ممثلين اخرين اكدوا دلزه تي في نتفرجوا بعد نحمو خاطر البوندانونس ما هبطش مازال عندنا سيت كوم واحد اخر يحيى الجاي يحيى المشي
يحيى الجاي، والله اسمه يحيى الجاي، ما فهمتهمش يقصدوا في الجيش في المشاي. او بلوس ما هبطوش بوند انونس، دونك نستناو الحلقه الاولى وعاد نحكم. وتو نتعداو للمليونير العمل السيري اللي فيه برشا توانسه. اش معنى ما كسروش النصوص؟ وليتهمش معك مشاعر، لموهم الكل، زادوهم شويه توانسه ولاو سراق. شدوهم سراق والله لا تربحهم، سرقوا لي فلوسي الكل. شوف الكولي هذا لو في رقبتها قولي شحال. في حنا بعد مسلسل تركة شوفوا فيه نادرة لملوك، حسن محنوش، عزيزة أبو لبيار، معاهم جميع ما نعرفوش. بخلاف لي سيتكوم هادوما الكل والمسلسلات هادوما الكل، باش نشوفوا دو كاميرا كاشي أنجلينا 19 والسيرك مع علي الشيب. سما شكون باش يشد لعبات أكثر، السيرك ولا أنجلينا 19؟ بون محل السيرك مازلنا ما نعرفوش وين باش يتعدى. كم حبيت نحكي لكم لو ماكسيموم بوسيبل على الأعمال اللي باش تتعدى في تلفزنا رمضان السنة. قولوا لي في لي كومنتير أنتوما فاش ناويين تتفرجوا، خاطر أني باش نتفرج فيهم الكل. كيما قلت لكم من الأول عندي ليكم سيربريز في آخر الفيديو اللي هي كل نهار باش نكون معاكم في ستريمي لايف 10:30 نتاع الليل ولا 10. قولوا لي زاده في لي ميساج وقتاش تحبوا بالضبط، 10:30 والا 10، باش نحكيو وباش نعملوا الزابينغ نتاعنا اون ديريكت. ستي تيون، تابعوني سوغ انستغرام نعطيكم اكثر دي ديتاي. ويلا شكون يشعلها رقص جننها، واللي مازال ماهوش ابوني فاش تستنى.